هو حلقة الصدر بيحمي النبات من الكائنات المرضة. الكالسيوم بيمنع تسمم النبات. الكالسيوم بيقلل الآثار الضارة للملوحة. الكالسيوم بيمنع تشقق الثمار. الكالسيوم بيساعد على امتصاص العناصر الغذائية في النبات. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عنصر الكالسيوم. فعنصر الكالسيوم من عناصر تغطيه الحركه، وده معناه حاجتين. الحاجه الاولى ان اعراض نقصه بتبدا تظهر على الاوراق الجديده، كمان ان بضيفه قبل احتياجه بفتره، فلو بيحتاج لفتره التسهيل ببدا اضيفه قبل التسهيل بفتره لانه بطيء الحركه جوه النبات. وبيمتص الكالسيوم على صوره كاتيونات كالسيوم موجب 2، وبترجع اهميه الكالسيوم في التحالف مع عامل البكتين وتكوين ما يعرف ببكتات الكالسيوم. بكتات الكالسيوم بتلحم من خلايا بعضيها فبتكسر جدار الخليه القوه والصلابة، فبتحمي النبات من الأمراض والفطريات، وكمان بتمنع تشقق الثمار. كمان الكالسيوم بيمنع التسمم الناتج عن حمض الأوكزاليك، فحمض الأوكزاليك لما بيوجد بصورة منفردة داخل النبات بيبدأ يعمل تسمم للنبات، ولكن مع وجود وفرة من الكالسيوم بيبدأ يتحد مع حمض الأوكزاليك ويرسبه على صورة أوكزالات كالسيوم غير سامة للنبات. الكالسيوم بيقلل من أضرار الملوحة، فبيبقى عندي الصوديوم متمص على أسطح التربة، بضيف كالسيوم حر في التربة بيبدأ يتفاعل مع الصوديوم فيتحول الكالسيوم من حر إلى متمص، والصوديوم يبدأ يتحول من متمص إلى حر، وبالتالي بيتغسل مع مياه الري، وكده قللت من أضرار الملوحة على النبات. الكالسيوم بيحسن من نمو وانتشار المجموع الجذري عن طريق إنه بيحسن من تغذية الأغشية الخلوية في الجذور، فبيبدأ يزود من امتصاص الجذور للعناصر والمياه. وعلشان الكالسيوم يقوم بالأدوار الفسيولوجية دي كلها بشكل كويس جوه النبات، لازم يوجد في النبات بالحد الأمثل من تغيير زيادة أو نقص. فأعراض نقص الكالسيوم بتظهر على الأوراق الجديدة، فبتبدأ تظهر حوافها باللون الأصفر مع التفافها إلى أعلى أو أسفل. ونقص الكالسيوم بسبب ضعف المجموع الجذري في النبات وعدم قدرة الجذور على احتراق التربة وعدم تكوين جذور جانبية، وبالتالي قلة الامتصاص في النبات، فبالتالي يؤدي إلى ضعف النبات بشكل عام. ونقص الكالسيوم بيأثر على عملية البناء الضوئي، لأن لو إن أكثر من 60% من البلاستيدة اللي هي مسؤولة عن عملية إدمان البناء الضوئي في النبات بتتكون من عنصر الكالسيوم. قلة الكالسيوم في النبات معناها قلة في بكتات الكالسيوم، فبالتالي تضعف الجذور الخلوية في النبات، فبالتالي سهل للثمرة تصاب بتشقق الثمار والإصابة بالفطريات والحشرات. قلة الكالسيوم في النبات تؤدي إلى زيادة في امتصاص عنصر المغنيسيوم، مما يبدأ يظهر على النبات أعراض تسمم عنصر المغنيسيوم. وزي ما نقص الكالسيوم بيؤدي إلى أضرار كتيرة في النبات، كمان زيادة الكالسيوم بتؤدي إلى أضرار في النبات منها. فزيادة عنصر الكالسيوم في النبات تؤدي إلى نقص امتصاص بعض العناصر زي الفوسفور والزنك والمنغنيز، مما يظهر أعراض نقص هذه العناصر على النبات. عشان كده لازم أحافظ على الكالسيوم جوه النبات بالحد الأمثل من غير زيادة أو نقصان. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو بتتابعنا على يوتيوب متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس. لو بتتابعنا على فيسبوك كمان متنساش تعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.